اليوم قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي تأجيل محاكمة حنين حسام بتهمة الإتجار في البشر في القضية المعروفة إعلاميا بفتيات التيك توك. تم تأجيلها لجلسة 18 من إبريل المقبل للنطق يعني بالحكم. خلينا نشوف مع بعض يعني فيديو من محاكمة اليوم ونرجع لحضراتكم مرة أخرى لذكر يعني تفاصيل خاصة بالمحاكمة. يا حبيبي،
إذا كانت محكمة البنايات قد عاقبت يعني حنين حسام أعتقد غيابيا كما ذكرنا أو كما شاهدنا في الفيديو اللي عرضناه على حضراتكم، فيديو من أو لقطات سريعة من المحاكمة الخاصة بحنين حسام، يعني كان بيبدو تذمرها من الحكم. طبعا الحكم الغيابي السجن المشدد 10 سنوات. خلينا سريعا نستقرأ ما حدث في محاكمة اليوم. استمعت محكمة جنايات القاهرة لهيئة الدفاع في محاكمة حنين حسام بتهمة الإتجار في البشر كما ذكرنا، ويمكن محامي المتهمة في دفاعه ذكر يعني نقاط معينة من ضمنها إنه يعني موكلته كان يعني بيجي لها سكريبت خلينا نقول او نص محفوظ بتقوله، كانت هي بتقوله من غير يعني ما تعرف نية الشركة هي ايه. ايضا ذكر انه حساب موكلته كان يعني خلال السنتين لا يتعدى 100,000 جنيه، مش ملايين كما بيذكر. ايضا وضح محامي حنين حسام انه هذا المبلغ نتيجة تعاقد مع الشركة اللي بتنشر عليها هذه الفيديوهات، وهذا ما يفسر التحويلات البنكية الواردة بالتحقيقات. ويمكن أكد محامي المتهم أيضا أنه حنين حسام كانت نيتها الترويج يعني لفيديوهات أو فيديوهات ألعاب خاصة، وأنه التحريات وتفريغ هاتفها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها لا يوجد فيه شيء خارج، وأنه الشركة يعني التي تقدم هذه الفيديوهات استعانت بحنين حسام نظرا لأنه عندها الكثير من المتابعين، فده هيروج لهذه الفيديوهات للشركة. ووضح أنه محادثة حنين حسام مع أعضاء الشركة يعني تبرؤها من تهمة الإتجار بالبشر، وشهود العيان أو شهود الإثبات أقروا بأن ليس لهم أي علاقة بحنين حسام، كل ده على لسان محامي حنين حسام. أيضا المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق محمد أحمد صبري قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات كما ذكرنا، ومعاقبة مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد ومحمد علاء وأحمد صلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200,000 جنيه لكل منهم، لاتهمهم جميعا بالإتجار في البشر. ويمكن كانت النيابة العامة قررت في وقت سابق إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإتجار في البشر. وأيضا كان قاضي المعارضات في محكمة العباسية قرر في 27 من يناير الماضي تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5,000 جنيه فاتهمها بالقضية، وذلك بعد ما رفض استئناف النيابة. ويمكن تضمنت التحقيقات أنه الفتيات يعني تظهر من خلال تطبيق معين في بث مرئي مباشر متاح لكل المشاركين في هذا التطبيق، إنشاء علاقات صداقة مع المتابعين، ونظرا عما أنها يعني مستغلة فترة حظر التنقل في فترة معينة الخاصة بالموجة الأولى لكورونا في البلاد ومكوث المواطنين في منازلهم مقابل وعود معينة بالحصول على أجور، يعني فيما معناه هذه الأجور يعني بتزيد بزيادة اتساع المتابعين لهم. حسب أمر الإحالة اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالإتجار في البشر ووهم مجني عليهم، كانوا طفلتين ما تجاوزوش 18 عام وأخريات هي استخدمتهم بزعم توفير فرص عمل لهم تحت ستار عملهم كمذيعات من خلال يعني أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، يعني بيحمل في طياته بطريقة مستترة يعني دعوات غير مناسبة وأخلاقية. وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين استغلال تجاري يعني للحصول من يعني خلالهم على ربح. كانت هذه كل التفاصيل الخاصة بمحاكمة اليوم. شكرا جزيلا، نشكركم على المتابعة وصحبتكم لينا، انتظرونا في المزيد إن شاء الله، المزيد من الأخبار الاقتصادية والفنية والرياضية على كل المستويات من تلفزيون اليوم 7. ابقوا معنا.